أمين تيتي، عندي معلومات ومصادر موثوقة ومقربة ليك تقول أنه عندك خلاف مع إحدى المصممات اللي تعتبر نفسها مؤثرة ومنشطة في نفس الوقت، صحيح أم خطأ؟ تما أنت راك ذاكر باللي تعتبر نفسها. أنا نعرف مصممة وحدة نبيلة شباح، نعرف نعرف ليدي، نعرف الأخ كريم أكروف، هذو تسمى لي باينين اللي صح تقدر تقول عليهم مصممين. وأنا على حسب شوف، أنا ما عندي حتى مشكل مع حتى واحد الأخ جمال، أنا فنان كاع الناس ونحب كاع الناس، ولهذا الميدان تاعنا على كل حال فيه بزاف ما يقدرش يكونوا. هي صح عائلة فنية، العائلة الصغيرة تاعنا في الدار والعائلة الكبيرة هي الفنية اللي نتلاقاو مع كاع من كل صفات يعني تاع الفن. تقدر تكون فيها غيرها، يكون فيها أحسد، يكون فيها النفاق، وخاصة النفاق. دق باش تقول لي انا عندي مشكل، انا الحمد لله من 95 وانا نجبت حتى 2023 ما عندي مشكل مع حتى انسان، مع لي زونسيان، مع لا جينيراسيون تاع الدرك، مع اللي راهم جايين. انا انسان شايد قدري ونقادر اللي قادرني، قال لك القدر يطول في العشره. ولا هذه لك تقول لي انت مصممه، انا راح بالي لواحد الانسانه اللي نسيت، انت قلت لي مصممه ومنشطه ومؤثره الانسان تطفل على الفنانين واللي تحب تخدم بهم تقول لهم بلي كاين لي صواري باطل وهي تخلص على ظهرهم. انا هذا تطفل، ومسكين الفنان هو اللي كياخذ الضربه كما نقولوا. حنا ماذا بينا هاد لي فوس نوت ينحوهم من الطريق، ما يزيدوش كيما نقولوا، ما نزيدوش يحفزوهم ولا يزيدوش يسعوا لهم الطريق باش يقعدوا يطفلوا ولا يستغلوا الناس تاع الميدان تاع الصح. على كل حال كل واحد خدمته والناس تعرف الناس وشحال راه صحابه.